noi! E noi! الكثير من الحبات. يا لك من جامع يا باستا الصغير، والآن اذهب وابحث عن المزيد. أحسنت، فتى طيب. يا أولاد تعالوا معي، إنها منبوذة يجب تجنبها. هيك أوه، هيا. لكن أستطيع العبور. هذه أنقاض عصر الحديد، أحد الأماكن القديمة. أمرني روس أن أدخل أماكنك هذه. سأعثر على مخرج. ما هذا؟ شخص ميت. يوجد شيء لامعٌ هنا. أضواء في كل مكان، كيف يفعل هذا؟ باب معدني مغلق، ربما يمكن لتلك الأداة أن تساعد. المزيد من الأضواء.
شكل متصل بالباب بطريقة ما. تغير لوني. رسالة عاجلة من مجلس الساحل الأعلى، تشفير بلاك وورت، حولتها لشبكتك للعرض. سنحتفل صحيح؟ بالطبع سنفعل. أريني أريني ثانية. لو خلفك مباشرة. مرحبا ميلاد سعيد يا آيزك، والدك بالتأكيد يحب بنيه الكبير. اسمع، لن أكون معك أنت وماما، لكن ما زلنا سنحتفل صحيح؟ بالطبع سنفعل. سعيد يا آيزك، والدك يحبك جدا بالتأكيد. جديد سعيد يا مذكراتي العزيزة، أيمكنك التصديق أننا احتفلنا أمس؟ حسناً، لقد فعلنا نوعاً ما. دعت المديرة إيفانز الجميع للاجتماع في غرفة رؤيتهم يصطفون في الغرفة العامة كالماشية في المسلخ، لكن يبتسمون أمام بعضهم. شان يسلم أدوية، وكأن وجود المرء على قيد الحياة يعتبر ألماً يتطلب الراحة، لكن ليس أنا. لا أريد الاستسلام، لا أريد أن أصبح خامداً، أريد نهاية طبيعية لحياتي، وليست حياة منقوصة، بل أشبه بأمر غير مفهوم. إن كان كلامي سيزعج من سيجد هذا فلا يهم. لا أدين بأي أحد بحقك. تسجيل الأفكار للأجيال القادمة، فكرة رائعة أيها المدير إيفانز، وكأني لم أقم بما يكفي للأجيال القادمة بالفعل. ما كل وماتشو بيتشو، دائما ما أردت رؤية هذا، لم أره قط. لماذا لم أذهب مع أوين عندما طلب؟ يا لغبائي. وضعوا لنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة ديننا، أعني موتنا. المعذرة، مرت فترة وهذه الأدوية التي حصلنا عليها من شانا قوية حقا. إذن حسنا. قريبا ستنصهر الأرض مثل الثلج. عثر علي، وجدني روس.
هنا قادمة، أنا قادمة. المجد للأم العظيمة، تعالي خذي بيدي، لا تنتمين إلى هناك، تعالي. تلك الأماكن محرمة يا إيلوي. لقد سقط، إنها من عصر الحديد. ما الذي على وجهك؟ لا شيء. أوجدته بالأسفل؟ لا. أعطيني إياه. لا إيلوي، مثل تلك الأشياء خطرة. لا. عليك تعلم النجاة في البرية. هيا إيلوي إلى المنزل، بدءا من الغد ستتعلمين الصيد. لتلك اللعبة. سننزل إلى الوادي الآن، اتبعيني. قد تكون البرية خطيرة يا إيلوي، يجب أن تبقي قريبة وتنفذي ما أقوله. أعرف. والآن ما زلت مجروحة بسبب سقوطك أمس، فلنبدأ من هنا. خذي حقيبة الإسعاف وسأريك كيف تملئينها. أترين هذا النبات؟ اسمه سالفراش. اجمعي حباته في حقيبتك. جيد. والآن خذي حباته. قد يكون مذاقها مليئا، ولكنها قد تنقذ حياتك. املئي حقيبتك زائدة بالحبات الطبية والزيتون والنباتات. أين نحن؟ هذا الوادي جزء من منطقة بوتقة الأم العظيمة. المنطقة؟ قبيلة نورا ترعى هذه الأرض وتبعد أخطر الربوتات عادة. على امتداد النهر سنجد قطيعا من الروبوتات، وسأعلمك طريقة الصيد. هل هي خطرة؟ كل الروبوتات خطرة يا إيلوي، يجب احترام قوتها. سأكون إلى جوارك إيلوي. روبوت قادم، انبطحي واتبعيني إلى العشب الطويل. هناك، ابقي منبطحة. صغار. كلا يا إيلوي، هذه الروبوتات تسمى المراقبون. تعلمي أن تتجنبي مجالها إن كنت تريدين النجاة في البرية. سأريك. أنصتي وافعلي كما أفعل. لا تتحركي، انتظري حتى يمر. ابقي منبطحة وادعيني عبر الأثر إلى ذلك العشب الطويل. هيا ارجعي من هنا. كلما تحركت ببطء لن تهلكي جنبه، والمشي المنحني أهدأ من العادي. انتظري،
هذا آخر واحد، فلنتحرك. أبليت حسنا، لم يروك أو يسمعوك. ابقي قريبة، يفترض أن القطيع في الأمام. من هذا؟ تجاهليه. لما هو هناك؟ إنه يبتسم لنا. ديب، عد إلى حيث تنتمي. ديب، أين أنت؟ تجاهليه، نحن منبوذون وهو من القبيلة. ربما لا يحب القبيلة. إنه أحمق إذن. هيا فلنبحث عن القطيعة، اتبعيني. هناك، أتريناها؟ تدعى روبوتات سترايدر. ها هيا. لماذا أبعثتها؟ لأريك كيف أن بعض الروبوتات تخاف سريعاً إن كشفت وجودك وتهرب. أفضل وسيلة للوصول إليها هي التسلل. لا تقلقي، سنلحق بها عندما نتقدم في الوادي، سترين. الآن أريد العثور على بعض الصخور التي تناسب حجم كفك. لماذا؟ افعلي ما أقوله يا إيلوي واجمع الصخور. سأريك استخدامها. جيد، هكذا سيكفي هذا، اتبعيني. تستطيع الصخور إيذاء الروبوتات؟ كلا، يمكنها تشتيت انتباهها وسحبها للفخاخ. ذلك المراقب مثلا يجب التعامل معه، وإلا سيحذر القطيع فيهرب قبل وصولنا للمدى المناسب. يحذرهم؟ كيف؟ الروبوتات تتواصل سويا يا إيلوي، إلا لو تم كتمها في البداية. ابقي هنا في المرتفع عند إشارتي، ألقي الصخور واجذبي المراقب ناحيتي. انتظري إشارتي. ألقي صخرة بقربي. هكذا، هيا احقد الغنائم لأعلمك صنع السهام. جيد، والآن اجمعي أكوام أضلاع الأخشاب من النباتات هناك. اجعلي السيقان لقضبان السهام والقطع المعدنية لرؤوسها. جيد، لن تنضب سهامك إن تعلمت صنع ما تحتاجينه. فلنستخدم هذه السهام، اتبعيني. هنا انظر. إيلوي، لقد سمعوك، لا تصدري أصواتا في هذه المرة. فلنستخدم هذه السهام، اتبعيني.
الوقت لأول قتل لك يا إيلين. سترايتر، الروبوتات ضعيفة. حتى الروبوت الضعيف يمكنه قتل الصيادة إن كان مؤمنا. يجب أن تبرز فريستك. جلدها سمين لكن بعد ذلك تضعف. تعينيها، أيمكنك تخمين أخرى؟ أحسنت اليوم، لكن لا يزال أمامك الكثير لتتعلم به. غداً سنتمرن ثانية. ماذا حدث؟ ذلك الفتى على مسار المحارب. ابعيني يا إيلوي، هيا. مسألة وقت قبل أن تعثر الروبوتات على الفتاة وتقتله. إن سددت سأثير ذراعهم وسيدهسون. أرى الطرق التي سيدفعونها. كفي عن الحكايات. لا أفعل، يمكنني التسلل. لن تفعلي.
كنت أصل. كيف تتجنبيها؟ كيف تفعلين هذا؟ إذن هذه ليست لعبة. مهلا، الأم العظيمة تبارك الفتاة، بوركتما. يقطع أنقذتني، لقد أردت يا فقط. يا فتى أطبق شفاهك، إنهما منبوذان وهي ليس لها أم. تعال لنعد لقلب الأم. ما كان على الفتى أن يكلمنا، هذا ضد القوانين. سنذهب للمنزل، اتبعيني. أعرف الطريق. ابتعدي عني يا عديمة الأم. أنت تنزفين، سألقي نظرة. ها هي، اثبتي، سأخرجها. لماذا؟ لماذا أنا منبوذة؟ إيلوي، الوقت غير مناسب. من كانت أمي؟ إيلوي، أخبرتك قبلا، ليس لنا معرفة هذا. حينما أحضرتك الجدات الحكيمات إلي كنت وليدة. إذن الحكيمات تعرفني؟ الأمر ليس بسيطاً، ولكن هل يعلم؟ إيلوي، نحن منبوذون. كيف أدفعهن إلى إخباري؟ الحكيمات، ربما هناك طريقة. إذن أخبرني. ستكون خطيرة. كيف؟ قد تستغرق سنوات من التدريب. لا أهتم، كيف أفعل ذلك؟ أخبرني. الإثبات،
الطقس المروري السنوي للقبيلة، من يجتازوه يصير محاربين، لكن من يفوز تمن الجدات الحكيمات عليه بعطية. عطية؟ أجل، أياً كان ما يريده الفائز. إذن سأفعلها. مهما كلا سأفوز بالإثبات. فهمت، يجب أن نبدأ إذن. سيكون تدريبك شاقاً وسيستغرق سنوات. نبدأ التدريب؟ أجل، سأتبعك. قبل الإثبات ويخرج من دوني، ما كان ليفعل ذلك؟